قصتنا اليوم قصة جميلة مع مبدع من مبدعين هذا الوطن الجميل، حسن آل إسماعيل من أهالي سنابس بجزيرة تاروت بمحافظة القطيف. حقيقة حسن من الطاقات الجميلة جدا اللي بالفعل أذهلني عمله وقصته مع أهل خشب. قصة الإنسان أحيانا لما يكون عنده شغف لأجل أن يبدع ما يحده حدود. كانت البداية من هنا من الصور والطباعة. أبو علي كيف حالك؟ الحمد لله. ويش اللي وداك للخشب؟ علمني يا أبو علي. والله القصة غامضة وطويلة. ما كنا لا فنانين ولا ندري عن الخشب وين صاير أصلا، ومن طباعة الصور على الخشب من صورة على فريم، وجددنا الفكرة طباعة على الخشب ترانسفير إلى مجسمات إلى دخلنا في الأخشاب. حلو، عالم الأخشاب عالم جميل، أحيانا رائحة تعطيك طاقة، أحيانا صوت المنشار، زنين المنشار، أحيانا الأزميل، أحيانا المشارط اللي ما تخلي أصابعنا سليمة. هذه كلها أكيد إليها معنى كبير وأنت تشتغل. هل كل عمل وراه قصة ولا كل قصة تتبعها قصة؟ أكيد هو كل عمل وراه قصة. بجمال الأخشاب الطبيعية، وكل خشب يميز نفسه بلونه ورائحته الجميلة، وكلها من الأرض، يعني كلها أخشاب طبيعية، بعضها مستوردة وبعضها موجودة محلية مثل أخشاب الصفصاف والغاف والكافور والسلم وغيره والكنار والسدر. وش أكثر خشب ترتاح له عادة؟ يعني لما تمسك الخشبة تحس كأنك ماسك ضنة. والله كلها أخشاب مميزة، بس أفضل خشب اشتغلت عليه رائحة واستمتاع في القص خشب الزيتون. موجود عندك شيء منه؟ موجود، ايوه، هذه عملين بخشب الزيتون زي هذا تونا مخلصينه. خشب الزيتون والخشب، هذا نوعين من الخشب حاليا ولا أيوة. نوع واحد؟ الزيتون التركي والمهوغني الافريقي والونقي الافريقي الاسود وخشب البدوك الاحمر. حلو جميل، بأي مادة تدهنهم علشان يكون هالجمال هذا؟ أعمالنا كلها ندهنها بزيت السمسم وزيت الزيتون الطبيعي. ليش طيب؟ ليش زيت السمسم وليش زيت الزيتون الطبيعي؟ هل هو يعطيه جودة ولا يعطيه منظر ولا وش يعطيه؟ لا، هي الأخشاب بألوانها الطبيعية بعد ما نخلص ونصنفرها ونفنشها تتزيت بالزيوت النباتية الطبيعية، لأن الزيوت المعدنية أو الزيوت المصنعة ممكن تتأكسد نفس القطعة. في بعض الزيوت إليها حماية على الخشب، بس إلى أعمال ثانية زي اللي هو الكاتنج بورد، ألواح التقطيع، ألواح الأطعمة تندهن بالشمع، شمع البرتقال أو شمع العسل، إليها بعد استخدامات ثانية. حلو جميل، أنا عجبني هذا التصميم الحقيقة أبو علي جدا، يعني لدرجة أني أقول هذه المفروض أنها تكون قطعة فنية، يعني عمل فني وليس عمل نفعي، لأن الأعمال الفنية عادة ما تكون مغايرة عن الواقع. هذا فعلا عمل فني صحيح، وليس قطعة لتقطيع أو شيء من هالقبيل. يعني هذا حاليا نوع الخشب خشب من شجر الكرز التشيري، هذا هو خشب الكرز الأمريكي، وتم اللي هو عمل تصميم حروفيات حرف الهاء مع الياء يرمز إلى هي، وعملنا على هذا الشكل اللي هو لوح التقطيع، وعندنا اللوح الثاني خشب الجوز البرازيلي. الله، هذا الجوز اللي أكلناه الحين. أيوة من هذا الشجر أو من هذا الخشب. الله،
الله جميل. أنا أشوفك قبل شوية ماسك قطعة كأنك ودك تنحت فيها بعض الشيء، وفي نفس الوقت كأنك خايف على أصابعك من ال واسمه ده الأزميل ولا أيوة الأزميل هذا، لأن هذا خشب اللي هو اليلو هارد الأصفر من أقصى الأخشاب. بس ما يمنع نشوف يعني صحيح. ولو شيء بسيط حتى نستكمل تقريرنا اليومي عن الفنان المبدع الحقيقة حسن آل إسماعيل، ونشوف هذه هي طريقة النحت. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك أستاذ.